أما هلا زينا بننتقل لأولى فقراتنا لليوم مع مساحتنا الطبية، موضوع بهم كثير من الناس وخصوصا الأهالي مع أطفالهم. التعامل صحيح. مع الأجهزة الإلكترونية أصبح لدى أغلب الناس حاجة وعادة مثل الطعام والشراب. للأجهزة الإلكترونية إيجابيات وسلبيات، تقريب المسافات بين الناس وإحداث نقلة هائلة بالتواصل الاجتماعي، لكن إلى آثار فينا نقول عنها سلبية لمدة استخدامها لساعات طويلة. نحكي عن الموضوع أكثر وتأثيرها على العين صحيا. معنا الدكتور باسل الإبراهيم، أخصائي عينية. يسعد صباحك وأهلا يا وسهلا صباح فيك. الورد، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك صباح وأهلا الخير، وسهلا فيك. صباح يعني عم النور، اهلا نحكي وسهلا عن فيكم. موضوع كتير كتير مهم وكتير منتشر وأي حدا بيعاني منه، يعني نعم خاصة مع استخدام الأجهزة الذكية مثل ما قلنا. اكيد، تمام. خبرنا كيف ممكن تكون هي الأجهزة كتير مؤذية للعين ومن ثم تسبب بعض الأمراض أو يمكن خلينا نقول الالتهابات أحيانا. تمام. هلا بالبدايه مثل ما تفضلتوا انه الاجهزه الذكيه صارت حاجه لازمه جدا لحياه الناس، عن طريق التواصل، عن طريق العمل، صحيح. عن طريق تسيير امورنا اليوميه. ولكن الاجهزه الذكيه الاستمرار بالعمل لفترات طويله ممكن يعمل اشكاليات بالبصر وباقي كمان اعضاء الجسم. هلا قبل ما نحكي احنا عن اضرار الموبايل، بدنا نحكي عن شيء مميز بالموبايل وبوسائل التواصل الذكيه، او عفوا بالاجهزه الذكيه، اللي هو الضوء الازرق، اللي هو الاساس بهالاذى هذا اللي عم يحصل. الضوء الازرق هو جزء من الطيف المرئي او الضوء المرئي اللي احنا بنتعرض له يوميا عن طريق ضوء الشمس، عن طريق هذا الضوء اللي موجود بالاستوديو. ولكن بتميز هذا الضوء الازرق عن باقي الاضواء انه طول الموجه تبعه صغير، وبالتالي التردد والطاقه تبعه كثير عاليه. ولهذا السبب الاشخاص يلي برمجوا هي الاجهزه اعتمدوا على هذا الضوء، لانه بيعطيني انا اضاءه عاليه عن طريق طاقه بسيطه، عن طريق شاشه الموبايل اللي بتكون صغيره او شاشه التابلت. هذا الضوء الأزرق ميزته أنه هو بيجتاز الأوساط الكاسرة العينية، وممكن يحدث يعني مشاكل بأوساط العين المختلفة. واحد من الأذيات اللي بتصير هو متلازمة العين الجافة أو جفاف العين. إحنا الإنسان مبرمج أنه يرف عينه أو يرمش بين ال 15 وال 20 مرة بالدقيقة. أي إنسان لما يكون عم يعني بينظر أو بيتابع مشهد على الموبايل أو على اليوتيوب، بنلاقي لا إرادياً إنه الإنسان خف معدل الرفيف تبعه لأقل من 5 مرات. بيركز. تمام، كثر التركيز هذا الشيء بيخلي الدمع ينشف، وبالتالي بصير في عنا أعراض حكة، حرقة، احمرار بالعين، بصير أحياناً في إحساس بجسم غريب داخل العين، وبصير أحياناً في عنا تشوش بالرؤية أو صعوبة بالقراءة. هلا هي الشغله بالبدايه محلوله عن طريق تشجيع الشخص على انه يرمش اكثر من مره، وممكن احيانا الاستعانه باطرات الترطيب الصناعيه اللي بتعوض عن الدمع. مشكله ثانيه من المشاكل انه كثر التركيز باجهزه الاجهزه الذكيه بصير في عندنا تعب بعضلات العين، خاصه لما العمل يتجاوز اكثر من ساعتين، يعني يتجاوز الساعتين بصير في عندنا تعب بعضلات العين، اجهاد بعضلات العين، وممكن هذا الموضوع يؤدي لقصر نظر. بنلاقي بعض الاطفال خاصه لما يجوا لعنا على العياده بيشكوا من تشوش بالرؤيه، بتفحصوا على لوحه الرؤيه اللي هي بتكون على بعد 4 5 امتار 6 امتار، بتلاقي رؤيته طبيعيه، ولكن هو بيشكي انه رؤيته ما لها كثير مريحه. هذا الموضوع بيكون بسبب تشنج عضلات العين وبسبب تعب عضلات العين اللي ما عم بتخليه يتبرمج بالرؤيه اكثر من المسافه الافتراضيه تبعه اللي هي متر او مترين. الضوء الأزرق لما يوصل لعدسة العين اللي هي وسط شفاف الجسم البلوري، هذا الجسم البلوري هو مسؤول هو والقرنية عن فوكست أو سنترة الضوء اللي عم بيجي من برا للشبكية، على الشبكية، وبالتالي الرؤية الواضحة. هذا الجسم البلوري مثل ما قلنا أنه ميزته أنه شفاف، مرور الضوء الأزرق بشكل متتالي وبشكل كتير كبير عن طريقه بيؤدي لعتامات بالجسم البلوري. هاي العتامات بالجسم البلوري ممكن تكون بالبداية لا عرضية، تكون محيطية لا عرضية، ولكن بعدين بتعمل لنا مشكلة برؤية الألوان، بتعمل لنا مشكلة بحساسية الضوء. بلاقي المريض أحيانا حاله ما عم بيميز ما بين الدرجات القريبة من الألوان، وبعد فترة للأسف بصير في عنا تشوش بالرؤية، ممكن ينحل بموضوع النظارات، وبعدين إذا التشوش الرؤية تجاوز حده والعتامة زادت قد نحتاج لإجراء عمل جراحي مشان إزالة هالكثافة وزرع عدسة شفافة. التأثير الأخير اللي أنا بدي أحكي عنه اليوم بالنسبة للعين، للأسف هو كتير شغل بال العلماء والأطباء، لأنه تأثير للأسف غير عكوس. استمرار مرور الضوء الأزرق
ليوصل للشبكية في عندنا بالشبكية خلايا اسمها مستقبلات ضوئية أو خلايا العصي والمخاريط. مثل ما بنعرف الخلايا العصي مسؤولة عن الرؤية بالضوء الخفيف أو بالظلام، والمخاريط هي مسؤولة عن الرؤية بالإضاءة الجيدة والرؤية النهارية. هدول الخلايا كتير حساسية للضوء الأزرق، فلما يتفاعلوا مع بعضهم البعض بصير في مواد اسمها مواد أكسيدنت، مواد مؤكسدة، هي مواد سامة لخلايا الشبكية وبتعمل على إتلاف هاي الخلايا العصبية الشبكية. ومثل ما كلنا بنعرف إنه الخلايا العصبية هي خلايا غير عكوسة، يعني خلايا نبيلة بمجرد ما ماتت للأسف ما عاد تتعوض، فلذلك هذا الموضوع بيؤدي لتشوش بالرؤية، نقص بالرؤية، ولكن أكيد مو يوم ويومين ولا شهر وشهرين، هو على مدى سنين. فإحنا بجوز هلأ ما نشوف آثاره للأشخاص اللي صاروا عم يستخدموا موبايل سنة وسنتين، ولكن الأشخاص اللي بلشوا من 10 سنين هلأ بلشنا نشوف الآثار على الشبكية عن طريق تصاوير الشبكية المختلفة. مثل ما قلت إنه هذا هي المشكلة الأساسية، لأنه هي غير عكوسة، يعني إحنا ما بنقدر نصلح بخلايا الشبكية لأنه هي خلايا نبيلة. كل هالأعراض اللي حكيت عنها دفعت بالجمعية الأمريكية لأطباء العيون لتصنيف متلازمة خاصة نسميها ديجيتال آي سندروم أو متلازمة العين الرقمية. هذا بدل أنه الموضوع ما له موضوع يعني بسيط، هو موضوع كبير وهو موضوع عالمي ويشغل باله العلماء كتير، ويعني عم بيسعوا كتير لإيجاد الوسائل للحماية والوقاية من أضرار الأشعة الزرقاء. يمكن ذكرنا دكتور معك بشكل عام الآثار السلبية على العين من خلال الأجهزة الذكية، يمكن الكبير نوعا ما فينا نضبطه، يعني لما نقول أنه أكثر من ساعة على الكمبيوتر أو على الموبايل فيك تقوم وتريح عينك، بس المشكلة مع الأطفال اليوم أكثر، وخصوصا لأنه ما في كنترول من قبل الأهالي، يعني بيقول لك انه الولد بيتلهى فيني انا ريح منه شوي، في دائما الموبايل بايده اي نوع من الاجهزه الذكيه وبساعات طويله، هي مشكله. خلينا نحكي عن اثار العين للاطفال، يعني انا كأم ممكن انتبه انه في عنده مشاكل من خلال المتابعه بشكل عام على الاجهزه الذكيه، كيف فيني لاحظ او انتبه وشي هي الاكثر فينا نقول الاثار السلبيه شيوعا على عين الاطفال؟ هلا بالبدايه بس بدنا نحكي انه احنا مزبوط الاضاءه الزرقاء او اشعه الاجهزه الذكيه عم تاثر على كل الناس بكافه الاعمار، ولكن تاثير على الاطفال وخاصه بالاعمار الخمسه الاولى، باعمار سنوات الخمسه الاولى اكثر بكثير. العين بتكون بمرحله نمو، وسائل الحماية من الأشعة الزرقاء ما بتكون لسه متطورة كمان مثل ما هي متطورة عند الأشخاص اللي فوق عمر 10 سنين أو 11 سنة، وبالتالي الضرر تبعه أكتر. للأسف المشاكل ما بس مشاكل بصرية، هي كمان مشاكل سلوكية تطورية. للأسف أطباء، يعني حتى زملائنا أطباء العظمية عم بيقولوا أنه في عنا إحنا مشاكل مفصلية ومشاكل رقبية وتنكسات رقبية عم بتصير مع الأطفال بعمر 10 سنين و11 سنة بسبب الاستخدام المطول. هذا الشيء للأسف يعني بدق ناقوس الخطر مثل ما بنقول، لأنه إحنا ناخد بالنا ونتحمل مسؤولياتنا كأباء وأمهات. أكيد شيء سهل انه انا اعطي ابني التاب او الموبايل لحتى يتسلى فيه ويخليني انا اقوم باموري اليوميه اللي انا بدي اسويها، ولكن هذا العمر هو عمر لعب، عمر تواصل، عمر كسب مهارات، كسب خبرات، هي الامور كلها بتنمي شخصيه الطفل. انا للاسف بعد فتره اذا بدنا نضل على هالوتيره، الطفل غير المشاكل البصريه في عنده مشاكل سلوكيه، مشاكل بمختلف النواحي العضويه والنفسيه صراحه عند الطفل. هلا انا برايي احنا دائما لازم نوجه الطفل ونشغل له وقته، لانه الطفل صراحه اذا انت ما شغلت له وقته وخليته دائما بالبيت بده دائما ينشغل يا اما بالتلفزيون يا اما بينشغل بالاجهزه الذكيه. لازم نوجه الطفل دائما للعب، للتواصل مع الاطفال، اذا في نشاطات معينه، رياضات معينه، غناء، موسيقى، النشاطات 3D، يعني هالشغلات كلها يعني بين قوسين احنا بدنا نشغل وقت الطفل بشيء نافع ومفيد احسن ما انه يتوجه لهي الامور، خاصه بعد ما عرفنا انه اثره عند الاطفال اكثر بكثير من الكبار. طيب بما انه عم نحكي عن التاثيرات، خلينا نحكي عن بعض الامراض الشائعه او يمكن الاعراض اللي بيحسوا فيها ان كان كبار او صغار. ممكن تشوش النظر، ممكن مثل ما قلنا حرقه بالعين، ممكن يشوفوا الذباب السوداء او النقط السوداء، او ما عاد يقدروا يقروا من بعيد بسبب انحراف ما او بسبب تاثير هي الاشعه الزرقاء على العين. فخبرنا دكتور عن اشيع الاعراض او الامراض اللي سببها العين الرقميه. تمام، متلازمة العين الرقمية أو الإضاءة الزرقاء أول ما بتعمل مثل ما حكينا مشاكل العين الجافة، بتعمل حرقة بالعين، بتعمل حكة، بتعمل انزعاج من الضوء،
بتعمل احمرار بالعين، بتعمل احيانا بعض المفرزات البسيطه اللي على زاويه العين، واحيانا بتعمل دماع انعكاسي، يعني بسبب الجفاف الدماغ بيعطي اشاره للعين انه انت رطبيه بسبب مثل ما حكينا نقص معدل الرفيف. المرحله الثانيه بتيجي تشوش الرؤيه للمسافات البعيده. هلا الطفل مبرمج هو مثل ما حكينا على مسافه متر قريبة او مترين، مسافه قريبه، هذا هو العالم الافتراضي اللي حطيناه فيه او حط حاله فيه. للاسف بصير الرؤيه للبعيد كثير يعني صعبه، بصير في عنا ضعف بالقراءة وتعب وقت التركيز. يعني احنا بسبب هذا الجفاف اللي عم بصير او بسبب اجهاد العين بصير الطفل ما عاد يقدر يتابع الاحرف او يتابع الكلمات مثل الانسان الطبيعي او مثل الطفل الطبيعي. طبعا بيجينا بعدين، طبعا هي التشوش الرؤية بالبداية قد يكون يعني له علاقة بس بالاجهاد، بمجرد ما ريحنا العين ممكن ان شاء الله يتحسن ويتراجع، ولكن بالمراحل المتقدمة مثل ما حكينا اذا صار في عنا ازية بالجسم البلوري او صار في عنا تنكس الشبكية بنسميه احنا اعتلال لطخة الصفراء التنكسي او البقعي، لربما هي الشغلات للأسف ما تتحسن او ما تتراجع، ولذلك دائما الوقاية درهم وقاية خير من قنطار علاج مثل ما بنقول. طيب دكتور، حكينا يمكن عن الأشعة الزرقاء الصادرة عن الأجهزة الذكية وتأثيرها، تختلف فينا نقول الأشعة عن الزرقاء عن بالأجهزة الذكية عن مثلا شاشات التلفزة؟ يعني لما نقول تلفزيون او شاشة كبيرة تختلف هون وتأثيرها مختلف على العين؟ تمام. هلا المبدا العام للاشعه اللي عم تصدر من الاجهزه الذكيه من التلفاز تقريبا وحده، ولكن الاعتماد بالاجهزه الذكيه مثل ما حكينا على الضوء الازرق على اشعه زرقاء اسمها اوليد، هي بتحاول دائما تركز كم كبير من الاضاءه باقل طاقه معينه. طبعا اضرار الاجهزه بشكل عام أكبر. بتزيد طبعا بتزيد بثلاث امور. اول شيء حجم الشاشه، كل ما كان اصغر كل ما كان ضرره اكثر. الشغله الثانيه كل ما كان أقرب للعين كل ما كان ضرره أكثر، والشغلة الثالثة كمان كل ما كان الخط صغير اللي موجود فيها أصغر، تمام، كل ما كان الضرر أكثر. وبالتالي إذا إحنا حسبناها بنلاقي التلفزيون أبعد شوي عن العين الخط بيكون أكبر أو الملامح اللي أنا بدي ميزة بتكون أكبر، والصورة بشكل عام بتكون يعني فينا أكبر من ما بيجهد العين مثل الأجهزة الذكية. أيه. يعني هون نحكي لأنه التلفزيون أو الشاشة هي بعيدة، أما تمام. قرب الأجهزة الذكية من العين أو حتى تستهلك جهد أكثر 100% على العين، صحيح؟ تمام 100%. مثل ما حكينا قرب الجهاز الذكي من العين وصدور كمية هائلة من الضوء وقلة الزوغانات اللي عم بتصير، قلة التشتت الضوئي، يعني بتفوت معظم الأشعة الضوئية بتفوت من خلال العين كون المسافة قريبة، هذا الشيء بيعمل إجهاد عيني أكثر وبيعمل ضرر أكثر. بينما التلفزيون لا، بتتشتت الأشعة وممكن يعني كمية أقل من الأشعة تدخل وبالتالي يعني الإجهاد البصري يكون أقل. نعم. هلا يمكن في ميزة كمان على الأجهزة الذكية وخاصة على الموبايلات أنه تخفيف الإضاءة لحماية أو حماية العين بسموها، تمام. هل بتفيد هي القصة أو بتخفف آثار الأشعة الزرقاء؟ خبرنا عن هي الميزة، ممكن يستخدموها الأهالي، وقديه لازم الطفل وخاصة هلأ نحن بنعرف نمط الحياة الدكتور، يمكن كل الأهالي وخاصة النساء العاملات يمكن الموبايل هو إنقاذ لها لتنجز أعمالها. تمام. اليوم بعد ما عرفوا بأمراض العين يمكن شوي وقفوا بينهم بين حالهم، قديه ممكن يعطوا للطفل وقت؟ لأنه صعب الطفل المدمن على الأجهزة إنك دغري تسحب منه. صحيح. هلأ بالنسبة للسؤال الأول، هلا معظم الشركات التفتت لضرر الضوء الاخضر، وحتى صارت كمان دائما الجهات الصحيه المعنيه باوروبا دائما تجبر هي الشركات على انه يلاقوا حلول للمشاكل اللي عم بتصير. هلا معظم الاجهزه الذكيه الجديده عم بينزل فيها شيء اسمه بلو لايت فلتر او فلتر الضوء الازرق، هذا الشيء بيخفف من كميه الاشعه الزرقاء يلي عم تفوت لداخل العين بنسبه تقريبا 15-20% فقط. فقط يعني أنا دائما لما أركز على موضوع الاستخدام المتقطع أو تجنب استخدام الموبايل أو الأجهزة الذكية ليلا أو تخفيف عدد ساعات استخدام الموبايل، فأنا هذا الموضوع مو موضوع يعني إضافي، لا هذا هو الموضوع الأساسي وهذا هو الحل الأساسي. في عنا حلول إضافية مثل بعض النظارات، مثل موضوع الفلتر بالموبايل، هي بعض المواضيع المساعدة، ولكن بيبقى حجر الأساس بالعلاج أو الوقاية هو تخفيف عدد ساعات الموبايل خاصة عند الأطفال. ذكرتي حضرتك موضوع عدد الساعات، هلأ صراحة يعني عدد ساعات مطلق ما في، ولكن من خلال الدراسات ومن خلال البنية التشريحية للعين عند الأطفال تحت 3 سنين ممنوع الطفل يستلم الموبايل إطلاقا، لأنه ما بتكون العين لساتها انتهت من نموها،
ما بتكون العين طورت آليات للدفاع عن الضوء الأزرق، بالإضافة لأنه الطفل أنت بمجرد ما عودتيه على هي العادة خلص ما عاد يقدر يترك إدمان. الموبايل بصير في عنده إدمان. يمكن تحت 3 سنين أغلب الناس بعطي أولادها يعني ما في حدا أبدا ملتزم بهي القاعدة، ونوعا ما لما تشوف الطفل أمه ماسكة موبايل هو أداء تقليدي، يعني الولد بده يقلد أهله. بس عم نحكي عن الفترة الزمنية، يعني أنا ما فيني أفصله عن العالم الخارجي أكيد. أو العالم المحيط، بس لما أقول أنا حطيت 3 ساعة أو نص ساعة بشكل يومي تمام، هذا نوعا ما ما بيعمل أضرار فينا. هلا احنا يعني لما فترة زمنية قليلة تمام. هلا انت لما تحكي عن فترة زمنية نص ساعة 3/4 ساعة غير لما تحكي عن 3 و4 ساعات تمام. يعني انا ما بقول انه يعني الطفل بقول بفصله ما فيني مسكه موبايل، بس هي فترة زمنية قليلة نوعا ما. هلا صراحة العمر 3 سنين كل الدراسات العالمية بتقلك انه الطفل لازم قدر الامكان ينحجب عن الاضاءة الزرقاء، لانه مثل ما قلت لك العين ما لها مطورة وسائل دفاعية ضد هاي. هلا احنا ما بنحكي دائما بالمطلق، يعني مجرد اذا الطفل مثلا مسكه ربع ساعة نص ساعة انا ما عم بحكي عن ضرر، انا عم بحكي عن استلام الموبايل فوق 3 ساعات ولفترات طويلة وبشكل دائم وليلا نهارا. للاسف عم بيجون احيانا اطفال عمرهم 5 و6 سنين عم بيستلموا الموبايل 8 ساعات. انا عن هذا الضرر عم بحكي. صحيح. هلا بالاخر هي الاجهزه الذكيه لها دور كثير كبير بحياتنا وما بنقدر ابدا ننفصل عنها، وحتى كل شيء صار ممكن احنا نتابعه صار على هي الاجهزه الذكيه. هلا بعد عمر ال3 سنوات احنا ممكن مثلا نعطي ساعة ونص باليوم، بين ال6 و12 سنة ممكن تقريبا لا يعني بين الساعتين و3 ساعات طبعا. ولكن دائما بنفضل انه تكون هي الساعات متقطعه، يعني انه هي الساعات ما تكون متواصله، تخفيف للاشعه اللي عم تدخل للعين، تخفيف لاجهاد المطابقه، تخفيف لجفاف جفاف الدمع. مثل ما حكينا عدد الساعات كل ما كان أقل كل ما كانت راحة العين أكثر. طبعا في عنا وسائل وقائية تانية ممكن نحكيها بآخر اللقاء. أكيد. قبل ما نحكي عن وسائل الوقاية خلينا دكتور نحكي بما أنه ذكرت الإضاءة بشكل عام، يعني في عنا إضاءة الغرفة، في عنا مثل ما قالت نور إضاءة التي في، في عنا إضاءة الموبايلات. إضاءة الغرفة كمان في كتير من الأولاد بخافوا يناموا على العتم أو على العنيون اللي بيقولوا الجلوب، فممكن أنه كمان الإضاءة النوم يسبب كمان شيء للعين؟ لأنه هي عم نلاحظها كتير تمام. كمان تمام. كتير منلاحظ أنه يعني سواء الأطفال أو غير الأطفال بيعتمدوا على أنه بينوصوا ضوء الموبايل للأخير، بيطفوا ضوء الغرفة وبيحطوا حالهم تحت الحرام. هذا بيجوز الشيء بسبب ملاحقة الأبوين أو بسبب أنه بيشوفوا هذا الموضوع يعني أريح لهم أو بينبسطوا فيه أكتر. هلأ هذا الموضوع بيعمل ضرر مضاعف. أنا بمجرد ما أنه خف ضوء الغرفة وفي ضوء صادر من الموبايل بيعمل لي شغلتين، ضوء الغرفة الخافت بيعمل لي توسع بالحدقة، وضوء الموبايل اللي قبال عيني واللي قريب على عيني تقريبا أحيانا 10 سنتي أو 15 سنتي، هذا الشيء بيخلي معظم الأشعة تدخل للعين فبيعمل ضرر مضاعف، يعني بيعمل أذية بخلايا الشبكية أكثر. فلذلك هي العادة صراحة لازم دائما ننبه أطفالنا إلا لازم ننبه أي شخص حتى كمان الكبار عم بيعتمدوا هي الشغلة بيفكروا إنه إطفاء ضوء الغرفة وتخفيف ضوء الموبايل هذا الشيء من شأنه إنه يخفف من ضرر الموبايل، لا بالعكس هذا الشيء ممكن يزيد منه. لازم تكون الإضاءة متوازنة ما بين ضوء الغرفة وضوء الموبايل. دكتور يمكن ذكرنا خلال حديثنا وبدنا نحكي عن يمكن الأساليب الوقائية لسلامة العين وصحتها من النظارات المتاحة اليوم للأجهزة الذكية عم تنطرح بالأسواق، بنسأل عنها هي صحيا يعني ممكن فعلا تساعد العين ولا إلى كمان آثار سلبية؟ تمام. هلا بعض النظارات نزلت من فترة بنسموها نظارات أنتي ريفليكشن بلوكات، يعني هي بالأصل مشان حجب الضوء الأزرق. كتير نعمل لها دعايات وكتير نعمل لها يعني رواج ترويج لهي النظارات على أنه هي بتلغي من دخول الضوء الأزرق لداخل العين وفي إلى كتير آثار يعني إيجابية على هذا الموضوع. بحب ألفت الانتباه لأنه هدول النظارات ما بيخففوا أكثر من 20-25% بأحسن النوعيات، يعني هي النوعيات اللي عم تنتجها شركات معتبرة يعني معترف عليها وهي شركات محترمة جدا. للأسف فات الموضوع التجاري كتير بهالأمور وصار في نظارات على أساس أنه أنتي ريفليكشن، بس هي صراحة نسبة حجبة للإضاءة الزرقاء ما بتتجاوز 5% و10%. فلذلك هذا الموضوع احنا ما لازم نحطه بالبال أنه هو الحل لموضوع الموبايل، هي موضوع مواضيع تراكمية طبعا لحتى نحسن احنا من راحة العين أثناء استخدام الأجهزة الذكية. نعم. طب خلينا نحكي عن وسائل الوقاية من
أمراض العين الرقمية خلينا نقول من الأشعة الزرقاء، إضافة إلى أنه أشع الأمراض اللي عم تجيك شو هي؟ خلينا نحكي هيك نسكرها وكيف نحمي حالنا. تمام. هلأ إحنا الأمراض اللي يعني بتيجي من على عنا على العيادة حكينا فيها وأسهبنا فيها من موضوع يعني جفاف العين، موضوع الجهد البصري، موضوع وهن عضلات العين، الحول أحيانا ممكن يسبب حول أو انحراف عيني. بحب بس أشير لموضوع جهازي له علاقة بالضوء الأزرق. الضوء الأزرق من المتعارف عليه أنه بيأثر كتير على الغدة الصنوبرية اللي هي بتفرز هرمون الميلاتونين. هرمون الميلاتونين كتير مهم بضبط الساعة البيولوجية عند الإنسان، وهو مسؤول عن استرخاء الجسم خلال النوم. ولما نحكي إحنا نوم ما عم نحكي عن راحة بس، النوم هو مسؤول عن التركيز، مسؤول عن الحفظ، مسؤول عن التعلم، مسؤول عن بعض إفراز بعض الهرمونات التانية بالجسم. فلذلك أنا لما اضطرب النوم عندي اضطرب إفراز هرمونات كتير بالجسم، اضطرب التعليم، اضطرب السلوك عند المريض، صار في عندي نسيان، صار في عندي تشتت وضعف بالذاكرة. شغلة تانية كتير عم نلاقي أطفال بهذا العمر من المدمنين على الأجهزة الذكية عم بيقعدوا لفترات طويلة، قلة الحركة واضطرابات النوم بتعمل مشاكل بدانة كمان. ابن حيان مش بيقول لك بتخدير؟ يعني تعمل له حالة تخدير تام للطفل، ما يعني بينفصل عن العالم الخارجي، كمان بتأثر نوعا ما في نقول أكيد على الدماغ الطفل هو صغير. أكيد مثل ما حكيت أنه اضطراب هرمون الميلاتونين بيعمل خلل بالتركيز وبيعمل تشتت وبيعمل مشكلة بالذاكرة. يعني أنت بتحكي مع الطفل بتلاقيه ماله معك، بتلاقيه مركز باللعبة، بتلاقيه مركز بالشي اللي هو يعني عم بيتابعه، لأنه شيء صراحة بيجذب كتير هيك أعمار. بالخلاصة مشاكل كتير جهازية وعينية عم تيجي لعنا على العيادة. هلأ من أهم العوامل يلي بتخفف من هذا الضرر مثل ما حكينا قبل شوي، أنه إحنا نحاول قدر الإمكان إذا شاشة الموبايل نبعدها عن العين قدر الإمكان، نخليها بالوضع العرضي بحيث أن الصورة تكون أكبر، نفعل ميزة البلو لايت فلتر اللي متوفرة هلأ بمعظم الأجهزة. الشخص اللي فيه عنده درجات حتى لو كانت درجات خفيفة بفضل أنا أنه يلبسوا النظارة على الموبايل حتى لو كان درجات حسر أو نقص، حتى لو ما كانوا حاسين يعني بفرق الرؤية، ولكن هدول النظارات ممكن يعملوا مثل ما حكينا يعني 15-20%. تمام. حماية من الأشعة. كتير بركز على موضوع تخفيف النشاطات الليلية على الأجهزة الذكية. يعني إحنا إذا بدنا نشتغل مثلا على الجهاز الذكي سواء العمل أبليكيشنات معينة مثلا وظائف، هلا صار في عنا احنا بالكوفيد 19 صار في عنا تعلم عن بعد، مصدر رزق صار نوعا ما ايه تمام، فصار في عنا دراسه صارت على هذا على هي الاجهزه. فاحنا ممكن مثلا هي الدراسه تكون بالفترات الصباحيه، الفترات المسائيه نخليها للنوم وللجلوس مع العائله، ونخفف كثير من التعامل مع هي الاجهزه الذكيه ليلا وخاصه بظروف الاضاءه اللي ما لها كثير منيحه. شيء كثير مهم كمان التقطع بعدد ساعات الموبايل، كما مثل ما حكينا انه كل ما كان التقطع اكثر او كل ما كان الفترات متقطعه اكثر كل ما كان الاجهاد على العين، كل ما كان افضل صحيا. بس أكثر. يمكن بالاونه الاخيره عم نشوف يمكن حتى الوظائف صارت جزء كثير كبير منها هو الكمبيوتر او الشاشه الذكيه، بيضطر الشخص يعني قد ما عمل فترات متقطعه يقعد لست سبع ساعات مثل الجرافيك ديزاين. نعم. كثير من الوظائف مضطرين يعني لانه هي مثل ما قلنا مصدر رزق ومصدر صحيح. عمل في حالات فينا نقول سيئه جدا وصلت للعيادة بسبب فعلا العمل لساعات طويلة على الأجهزة الذكية، ممكن في حالات في حالات كتير والله وصلت للعيادة للعمل، لأنه بيكون الواحد أحيانا بيشغله عم بيشتغل على الموبايل أو على الكمبيوتر بيشتغل بحدود الخمس والست ساعات، وبيجي كمان بيشتغل تمام بيجي بيشتغل كمان بالبيت، بيكمل كمان شغل بالبيت لفترة كمان أربع خمس ساعات. كتير عم بيشكو من صداع، يعني صداع مزمن، عم بيشكو من جفاف عين مزمن، عم بيشكو من تشنج بالمطابقة. احيانا بصير في عندنا اضطراب بحالات النوم وحالات يعني تشوش وفقد تركيز كثير كبير عند بعض المرضى. بعض الحلول مشان موضوع الساعات الطويله، في دراسه فنلنديه بال 2019 قدمت حلول للعمل الطويل على الأجهزة الذكية، هي استبدال الشاشة الذكية بشاشة تلفزيون ذكية. يعني احنا ممكن نوصل عن طريق الوايرلس او عن طريق البلوتوث. فاحنا ممكن انا اشتغل على شاشة 4 امتار 5 امتار ويكون التحكم عن طريق الشاشة. كتير بخفف هذا من الإجهاد العيني، وصراحة انا طبقته عندي بالعيادة بس يعني العدد ماله كتير كبير. هلا امبارح الكل عمل بريك
بسبب العطل الفني للانترنت على مستوى العالم. بحس حالهم كل اخذ ست ساعات بريك من الوسائل. بس عن جد العالم امبارح تعرفوا على اهاليهم قعدوا معهم، يعني كانت شغله فعلا حسستنا قد ايه نحن اليوم بعاد عن هذا العالم، يعني العائله المقربه. صحيح. دكتور، نصيحه اخيره لكل مين عم يتابعنا، شو بتقول لهم؟ تمام. نصيحه اخيره انا بوجهها للاهل. انا كثير بوجه الاباء والامهات اللي عندهم اطفال، يا جماعة احنا كأباء وأمهات لازم نتحمل مسؤولياتنا تجاه أطفالنا. هي الأجهزة الذكية صار جزء من كل بيت وشيء كتير ضروري، وأنا مالي من المنطق أبدا أبدا أنه الغيّة أو أنه أطلب حتى أنه يعني تتخفف لدرجة كتير كبيرة بالبيت. صحيح. ولكن أنا كتير مطالب أنه أرعى صحة ابني وهو صغير، خاصة بالسنوات الأولى، وجهه دائما للنشاطات الخارجية، للعب، لكسب المعارف، لانه هذا الشيء من شأنه انه يحسن المعرفه عنده والتطور السلوكي والنفسي والجسدي، احسن ما بكره يصير في عنده اشكاليات بالمستقبل يحملنا جزء من مسؤوليته. شكرا لك. شكرا لك دكتور باسل الابراهيم، اخصائي عينيه. معلومات جدا مهمه ومفيده اليوم اطلعنا عليها، ومثل ما قلت يمكن السلامه والصحه بنتمناها للجميع، هي شويه كنترول وضبط من قبل الاهالي بنكسب صحه اولادنا وسلوكهم. شكرا كثير. اكيد. شكرا كثير لكم، شكرا على المقابله الحلوه، يعطيكم العافيه. شكرا لوجودك معنا وعلى المعلومات، واكيد بتمنى الصحه والسلامه لكل الاطفال بشكل خاص لانه هن الاكثر تعرضنا يمكن نور لهي الأمراض. شكرا دكتور. شكرا كثير.